جولة في سوق المستعمل هنا في مانشستر في قلب بريطانيا. انا النهارده واخدكم يا جماعه جوله كده سريعه. هنا في ايفنت بيتعمل اخويا قال لي عليه، هو عايش هنا يعني في مانشستر، وقال لي الحديقه هنا اعلنوا من كام يوم انه هيبقى في حاجه هنا في الحديقه اللي احنا فيها بالتحديث مع الكسندر بارك، ان هيتعمل ايفنت مهم جدا في الحديقه ديت، ما اعلنوا عنه من حوالي كام يوم. والايفنت دوت اسمه كار بوت سير. الايفنت دوت عباره عن كل عيله او كل فرد عنده عربيه وعنده حاجات مستعمله مش عارف يعمل بيها ايه او ما بيستعملها، بيجيب الحاجة ديت هنا ويبيعها، والحاجات هنا بتتباع بأسعار زهيدة جدا يعني، أو رخيصة جدا، عموما أرخص من أي مكان بره. فده إيفنت يعتبر حاجة تراديشنال جدا بريطانية قديمة وبتعمل كل فترة، وصراحة البريطانيين بيهتموا بيه وبيجوا وبيحضروه يعني. فخلونا ناخد فيه كده لفة سريعة ونشوف عامل إيه من جوه، ونشوف برضو إحنا لو عايزين نشتري حاجة منه ولا لأ، وإيه الأسعار اللي هتكون موجودة. المكان يا جماعة مليان، بصوا على طول الحديقة كلها، كل الناس كلهم جايين بعربياتهم. هنا في سكوتر، الحاجات دي بكام يا مازن؟ السكوتر ده بكام مثلا؟ دي بخمسة باوند. هنا دي لوحات وحاجات بتتحط ديكور. Excuse me, how much is this? How much is this? 2 pounds. 2 pounds. شري؟ ده. ايه؟ غالية. لا والله. مازن اشتراها يا جماعة بباوند بس. بس يا جماعة المنطقة مليانة، البركة على اليمين وعلى الشمال كلها مليانة عربيات وناس. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده، او تتابعوني على صفحة الفيس لو انتم بتتفرجوا عليا من الفيسبوك. يلا بينا ايه نكمل الفيديو بسرعة. بصوا الحاجات دي بخمسة باوند يا جماعة. يا جماعة المكان ما شاء الله زحمة واحنا لسه بنبدأ. بصوا كمان يا جماعة المكان متقسم زونات، في زون بي وزون سي وفي كذا زون وكده. الموضوع الصراحة طلع مرتب يعني، مش كل واحد بيجي يحط الدنيا وخلاص، لا في ناس منظمين وفي ناس لابسين لون اخضر كده وبينظموا الايه اليوم يعني والفعالية وكده. Can I get both for 50؟ لا لا. Are you sure? One pound. How much for all? 2 pound. احنا عايزين مسمار بس، مسمار بس. هاخد دي وخلاص. بس. Okay, I will take this one. Yeah, but is it working? Of course it works. Okay, we will try it. Well, if it doesn't work, say, come back and get that one. اللمبة ديت بخمسين قرش، بس مش عارفين يا ترى هل هتبقى شغالة أساسا ولا لا. بس احنا الميزة ان احنا بيتنا أساسا جنب الباركينة، فنروح ونجربها وإن شاء الله إيه تكون شغالة يعني. بس خمسين قرش برضو لو طلعت مش شغالة الواحد مش هيكون اتنصب عليه في فلوس كتيرة قوي يعني. وقعت يا جماعة وأنا بصور اللمبة دي، فدنا واحدة تانية. راجل محترم والله، هتلاقوا هما الاتنين مش شغالين أساسا. يا جماعة دي اتكسرت، ادانا واحدة تانية. من الحاجات الملاحظة هنا إن هي تقريبا دي حاجة تقليدية بريطانية قوي، فكل اللي موجودين يعتبر بريطانيين، والأغلب اللي بيبيعوا أساسا بريطانيين. في طبعا بعض الأجانب وفي بعض المسلمين، بس السوق يعني بريطاني قوي، شكلها عادة بريطانية قديمة. وأنت ماشي الأكسنت بتاع الناس البريطانيين القديم تحس إن أنت فعلا في إنجلترا. الراجل وأنت بتشتري منه تحس إن أنت في فيلم، أكسنت بريطاني جدا، بس الناس لذيذة يعني. في مسلمين بيبيعوا هنا، مازن عايز يشجعهم. لا بيبيعوا كتب وأنا بحب شعري. دولت هنود يا جماعة بيبيعوا هنا. ده بيبيعوا إيه مازن؟ اللي هي ده كروت دعايه؟ كروت مش كروت دعايه. يلا بصوا يا جماعه القمصان ديت والحاجات دي، قول لنا مثلا كده ايه اسعار؟ من 12 ل 24. بصوا يا جماعه في حاجات هنا للاطفال، وانا ايه اخويا عنده اطفال وبتاع، ففي عجبنا الجاكيت ده. ده يا مازن؟ اه. خلينا نشوف هو بكام. هاو ماتش از ذس؟ 3 باوند. ده ب 3 باوند. ايه رايك يا مازن؟ ده ولادي ولا بنات؟ ومشت من جوه هنا. بوي اور جير؟ يوجوالي ا بوي. او لا 2 باوند ولا ب 2؟ ماشي ماشي. كان اي جيت ات فور 2 باوند؟ كوشي كان. اوكي ثانك يو. افصل هنا صح. هاو ماتش از ذس وان؟ 50 باوند. اوكي داز ات ورك ويل؟ يس. اند هاو ماتش از ذا لاست برايس فور ات؟ ذاتس ذا لاست برايس. از فيري فيري اكسبنسيف وين هي بوت ات، بس ذس از وي وان تو جيت ريد اوف ات، ذاتس واي وي سيل ات ذا لاست برايس. في كمان يا جماعه محجبين وفي منتقبات موجودين هنا في المكان اهو. بصوا يا جماعه الحديقه طبعا ايه، والبط هناك، والياس عمال يعاكس في البط ويرمي عليه طوب. في الجواكت اللي هنا دي بكام اللي انت ماسكه الابيض ده؟ شكله مستعمل قوي. هاو ماتش از ذس وان؟ 4 باوند. ده يا مازن جميل قوي، اديله 2 باوند مثلا. وات از ذا لاست برايس فور ذس؟ Are you sure? Yeah, mate. احنا يهود بيعلق علينا. Just 3 pounds for Eid. عيد عيد. Really smart. So 1 pound from you for Eid. Yeah, sure, mate. You know what? Go on, man. بص يا جماعه المدق بتاع التوم ده كنا محتاجينه في البيت، فبنحاول نشتريه من الراجل. ده بيتباع في المحلات بتاعه العرب ب 12 جنيه والله. بصراحه الماتيريالز بتاعته ما شاء الله غاليه وكده. فالمهم ايه، بنحاول نفاصل مع الراجل، بقول له ب3 باوند مشيها، فبيقول لا ب4. فراح مثلا قال له ده احنا عرب ولازم نفاصل، وقال له طب احنا يهود.
كده تقريبا بياخدوا اليهود كمثال في البخل والفصال وكده. بس في الاخر نزلهم لنا يعني ال 3 باوند واخدناها ب 3 باوند يعني. بس الراجل عسل قال اقدم لكم عشان الضحك اللي ضحكناه، مشيناها ب 3 باوند. وكماتيريال الصراحه انا شايفها كويسه يعني، بس هو طلعنا بديل يعني من السوق ده كويس. دايما الصراحه بشوف الانخراط مع المجتمع او البلد اللي انت جاي تعيش فيها، بس بالشكل طبعا الايجابي، مش تروح تعمل حاجات مثلا مختلفه عن دينك او كده. بشوف الانخراط بيكون كويس يعني، انك تنزل وتشوف الاسواق بتاعتهم وايه العادات بتاعه البريطانيين في الشراء وكده. والصراحه انك موضوع بتفاصل ده بيرجعك اساسا لبلدك، انك بتحس ان انت ماشي في مصر بقى ولا من البلد اللي انت فيها. والفصال في كل حاجه هنا يعني، ابدا هنا ما تاخدش اي حاجه من اول كلمه، فاصل بقلب جامد، وبلاقيهم بيوافقوا اساسا بدون مفاصل كتير. اقول لها مثلا ب2 باوند بدل 3 توافق على طول وهكذا. فالصراحه يعني ايه، تجربه حلوه. اكسكيوز مي، هاو ماتش از ذس؟ 2 باوند. 3 باوند، هات باوند نجرب. انت عارف انا الصغير منه بيتباع ب 10 وب 12 هنا. يا عم انت بتوريها ال 5 باوند ورحنا والقهوه. كان انا جيت فور 1 باوند. ياه. ثانك يو. ايه ده، الفصال هنا سهل قوي يا جدعان. اخدته يا جماعه ده كله بباوند. ده علشان تجيبه هنا جديد الصراحه مش هيكون اقل مثلا من حاجه و20 او حاجه و30 حرفيا. ف لقطة يعني الحمد لله. ماشي، طلعنا كده بكم مصلحة من السوق ده يعني. اهو انت ايه، ممكن ما تبقاش مضطر بس تبقى تنزل وممكن تلاقي لك كام حاجة يعني تعجبك، وفي نفس الوقت ايه مش هتدفع فلوس كتير. باوند على نص باوند على حاجات من دي. بنطلون زي ده جين شكله شبه جديد يعني ب6 باوند. حلو والله شكله جميل، طلعه كده ميد ان تركيا. بجد مصنوع في تركيا يا جماعة. خامته جميلة يا مازن، خامته جميلة. راح يا جماعة الأجواء هنا جميلة، وشايف حتى لو أنت مش محتاج حاجة تشتريها وتعالوا يعني تمشوا هنا. الناس هنا كلها رايقة ودمهم خفيف وعارفين الفايبس يعني حلوة مش كده. فتجربة حلوة يعني لو أنت عايش في بريطانيا الصراحة إيه، أنصحكم إن أنتوا تبقوا تجربوها وشوفوا لو في سوق قريب يعني ليكم ولا كده، بيعملوا الموضوع ده. عموما لو عايزين تعرفوا الإيفنت دوت بيتعمل كل قد إيه ولا إيه، الصراحة إحنا عرفنا وهو مكتوب على الحديقة، ما شفناش حاجة على النت وكده. بس عموما يعني ايفنت تقليدي بريطاني، الناس فيه قدام كده لزاز، فبجربوه. وبس كده اكون وصلت لحد نهايه الفيديو ده بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم. ولو عايزين نوثق لكم حاجات كده كتيره عموما من مانشستر وانجلترا هنا في الصفحه، فاكتبوا لي تحت في التعليقات واعملوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتتابعوني على اليوتيوب. يلا كده، والسلام عليكم ورحمه الله.